دشن ديوان المحاسبة اليوم الاجتماع الأول للجنة البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. الاجتماع عقد بحضور رئيس مجموعة عمل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأكد رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة عادل الصرعاوي أهمية هذا الاجتماع والعمل المشترك من أجل إيجاد الحلول للقضايا البيئية في المنطقة. نحن نتحدث الآن عن تجربة أوروبية على مدى سنوات من العمل المشترك في التدقيق البيئي، وإحنا في المجموعة العربية لازلنا مكانك راوح دون أي دراسة مشتركة أو أي عملية تدقيق مشتركة تتعلق في مجال البيئة. ولذلك أنا أحملكم هذه المسؤولية، لأن إحنا متفائلين بكم، متفائلين بجهودكم، نقدر جهودكم اللي بذلت في الفترة اللي طافت، لكن أنا أعتقد آن الأوان أن ننتقل إلى مرحلة متقدمة من العمل المشترك بالذات في مجال البيئة. على مدى يومين راح يكون عندنا اجتماعات يومية من 8:30 إلى الساعة 2:30 أو 3، يعني فيها أوراق عمل عديدة كثيرة. نتكلم في المسطحات الخضراء، نتكلم في الصيد الجائر، نتكلم عن ورشة عمل، نتكلم عن مناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة بالنسبة للجان، ونحن نتخصص في اللجنة البيئية. فجدول حافل ومكثف، وإن شاء الله يكون في إنجاز طيب للجنة البيئية وباسم دولة الكويت ديوان المحاسبة في دولة الكويت بإذن الله تعالى إن شاء الله.